بالظروف يلي عم بنمر فيها وبالأوقات الصعبة، كتير أوقات بيكون التوازن النفسي والثبات النفسي من أهم الخطوات اللي لازم ناخدها بحياتنا، ولكن هذا الحكي بيضل حكي غير واقعي لحتى نقدر نعرف الأدوات والوسائل اللي ممكن نستخدمها بحياتنا لحتى نحصل على هي الحالة. ظروف صعبة أكيد، المحيط ممكن يكون كتير عم بيأثر علينا، عم بيأثر على حياتنا، الظروف الاقتصادية وأيضاً ظروف المعيشية بشكل عام، التوترات، الحرب وغيرها كتير من الظروف. ولكن كيف ممكن نوصل وبطريقة علمية؟ كل هالأسئلة والاستفسارات رح نطرحها على ضيفتنا الاختصاصية النفسية سلام القاسم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك أستاذة سلام. صباحك يا رب. خلينا نبلش اليوم، كلياتنا عم نمر بظروف صعبة خارجة عن إرادتنا. صحيح 13 سنة حرب، ولكن ما زال عند كتير من الناس إلى الآن خليني أقول عدم تقبل لحالة عدم الاستقرار، عدم يمكن عدم الشعور بالأمن ببعض الأوقات، ترقب حالة ممكن بده يصير شيء أو ما إلى ذلك، عم بتأثر على نفسية الناس بالعموم. كيف ممكن نوصل لحالة من الثبات النفسي خلينا نقول ولو بجزء بسيط؟ هلا اكيد الخوف يلي بيعيشه الانسان والقلق والتوتر خلال الحروب هو امر لا يستهان فيه ابدا، حتى ممكن يؤدي الى اضطرابات نفسيه اذا ما تم انه يتلحق بالبدايات. طبعا اهم شيء السلاح الانجح خلال الحروب والازمات هو الثبات النفسي. الثبات النفسي بيكون انه الانسان يحسن يتوازن نفسيا، تكون ردات فعله تجاه الحوادث والازمات يلي عم بتصير قدامه بشكل هادي. احيانا الناس يلي ممكن تكون انفعاليه كثير، ما عندها قدره على ضبط انفعالاتها، ما عندها قدره على التفكير الصحيح بالازمات، ممكن تدفع ضريبه كثير كبيره هي والاشخاص يلي بتحبهم. كثير مهم نحن خلال حياتنا لما نكون خلال الازمات انه نعتمد على شخصين اثنين اذا تواجدوا عنا ضمن الاسره. الشخص الأول هو شخص عنده كاريزما معينة، هو شخص عنده سمات قيادية منذ الولادة، هذا الشخص بيكون عنده القدرة على الثبات الانفعالي أنه يحسن ياخذ القرارات الجيدة بالوقت المناسب. والشخص الثاني هو الشخص يلي بيكون مدرب وأخذ مهارات اكتسبها لحتى يحسن يكون يعرف يتعامل خلال الأزمات ويكون قائد بالوقت الصحيح ليحسن يقود الناس يلي موجودين. كتير مهم أنه نحن خلال الأزمات يكون هذا الشخص عنده خارطة الطريق، هي خارطة الطريق هي اللي بتساعده أنه يحسن يتصرف خلال الأزمة. الهدوء هو سلاح كتير مهم وسلاح ضروري خلال الأزمات، لأنه أحياناً القرارات السريعة خلال الحروب أو الأزمة ممكن تودي بأصحابها إلى الهلاك. لما بيكون الإنسان عنده خارطة الطريق بيعرف يتصرف بعقله، طبعاً هي الخارطة بترسم له طريقه للسلامة والأمان له ولعيلته وللناس يلي حواليه. خلال الأزمات نحن كلياتنا ما فينا ننكر أنه أكيد رح يصير عنا الخوف، رح يصير عنا هذا التشويش لما نحن بصير ما عم نعرف شو عم بيصير بالضبط، فهذا الخلبطة ما عم تطلع معي، هي الخربطة يلي بتكون عنده بدماغه هي بتأدي لسلوكيات خاطئة. هي السلوكيات الخاطئة ممكن تكون إلى أضرار فيما بعد إذا ما كانت أضرارها بالوقت الحالي. الثبات الانفعالي بيعني أنه نحن نتحكم بفعلنا وردات فعلنا تجاه الأشياء، وهي الأفعال كمان ممكن تنعكس على الأطفال اللي بيكونوا هن الحلقة الأضعف دائما خلال الحروب، بتكون ردات فعلهم غير طبيعية لما بيشوفوا هذا الارتباك والتوتر ضمن الأسرة وخصوصي من الأبوين، فبيكون تصرفات غير صحيحة، فما ممكن أنه يعرفوا يتعاملوا مع الحدث. أكيد أستاذة سلام، هلأ بالوقت اللي نحن عم نمر فيه في كتير صدمات ممكن يتعرض لها الشخص، صدمات نفسية تقسم لحسب بعدك من الحالة اللي صارت فيه، ممكن تسمع شيء عن شخص قريب منك أو يصير شيء بمكان أنت متواجد فيه أو أنت تكون ضمن الحدث، يعني صدمات مختلفة. خلينا نحكي كيف ممكن يتعاملوا الأشخاص حاليا مع الصدمات حسب بعدهم من هي الصدمة. هلأ الصدمة هي عادة هي رد فعل طبيعي تجاه مثير غير طبيعي. لما بتصير هاي الصدمة عند الإنسان، فأول ما بيصير الحدث بتكون ردة فعله أنه يعني ما حسن يتقبل الشيء اللي عم بيصير، بيصير عنده هذا الارتباك اللي ما في له نتائج إيجابية بينعكس عليه في حال ما عرف يتصرف. فهي الصدمة هي بتجي فوراً للإنسان، بس شوي ببلش يتوازن، شوي ببلش يعرف شو بده يساوي، ببلش يعرف يفكر بطريقة صحيحة. لما بتجي الصدمة دائماً إذا
استمرت طبعا لأكثر من شهر، الإنسان ما عبر عن انفعالاته خلال الشهر، فبصير عنده كرب مع بعض الصدمة، وهذا طبعا بحاجة إلى علاج عند الأخصائي النفسي والطبيب النفسي. أما بالبدايات لما بيتلقى الصدمة الإنسان طبيعي أنه يعبر عن مشاعره، معلش ابكي، عيط، صرخ، كسر، لا تخلي أحزانك موجودة جواتك لأنه هذا رح ينعكس عليك. الصدمات دائما بيكون لها آثار كتير سلبية على الناس، خصوصي ناس فكر أنه أنا إذا وقفت مثلا موقف قوي بوضع لازم أحزن فيه أو أخذ شيء أنه ما رح يصير معي شيء لبعدين، هو العكس، أنه رح نشوف اكتئاب مثلا بعد فترة، رح نشوف أكيد ردات فعل ما أنا متوقعة من هذا الشخص لأنه ما أخذ كفايته بوقت الصدمة مثل ما بيقولوا. أكيد هو لازم الإنسان يواجه مخاوفه، دائما لازم يواجه الخوف والحزن يلي عم بيعاني منه. دائما لما بتصير عنده مشكلة الإنسان ما يقول أنه أنا ما لازم أتصرف تجاه هاي المشكلة أو الصدمة أو الحدث يلي صار، لا، دائما واجه المشكلة اللي أنت عم تعاني منها، اعترف فيها، اعترف أنه نحن بأزمة، أنه نحن في ظرف معين. معلش حتى الأولاد لما بتسألك جاوبا على السؤال الصحيح، يعني بطريقة تناسب المرحلة العمرية يلي هن عم بيعيشوها. دائما الإنسان يبتعد عن الإملاء المشاعر، يعني دائما ما يحاول أنه يخلي حدا يغير له مشاعره، أو أنه أنا أسقط مشاعري عليك، ما بصير تبكي، ما بصير تدعي، ما بصير أو ما في شيء، أنت شاب أو كذا، لازم تكون قوي. ونسمع كتير هي بكل مواقف تماما. أو ممكن أنه مثلا أنا أكون مثلا صار موقف ما عندي هالتأثر الكتير فيه لأنه الحدث هو ما كتير مثلا مقربين لإلي أو شيء، قل له معلش أنا مريت من زمان بهيك تجربة وعادي، ويمكن الأمور بتصير بسيطة، لا تحملها أكثر ما تتحمل. إملاء المشاعر كثير من الأغلاط يلي ممكن يتأثر فيها الشخص. دائما لما بتصير الصدمات نحن بحاجة لداعم، بحاجة لحدا يوقف جنبنا، معلش اطلب المساعدة، لا تتردد. دائما المساعدة ممكن تكون من أشخاص أقرباء منك، ممكن تكون من أصدقاء، ممكن تكون إذا أنت مانك حسنان تعبر عن مشاعرك. يعني الإنسان أحيانا بيكون ما نقادر يحكي يعبر عن الشيء اللي هو فيه، لأنه تلقي الأشخاص للصدمات هي بتختلف بين شخص وآخر. كل إنسان شخصية طبعاً مختلفة، كاريزما مختلفة، له ردات فعل مختلفة، ما في اثنين بجوز بيتشابهوا. بس كتير مهم أنه أنت تعبر عن مشاعرك. بإمكانك إذا ما لقيت حدا أنه تحكي وتفرغ الشيء اللي عندك، بإمكانك تمسك ورقة وقلم وتكتب، بإمكانك تبلش تشق ورق، بإمكانك مثلا ترسمهم. عبر عن مشاعرك، لا تخلي أحزانك جواتك. كتير مهم الدعم النفسي، كتير مهم الإسعاف النفسي الأولي خلال الأزمات، يعني هذا كتير مهم. دائما مهم نحن يكون في عنا استجابة، يكون في عنا استعداد دائما، يكون في عنا فرق مدربة، وطبعا هذا موجود عنا نحن هلأ بالأحداث اللي عم بتصير، يعني عم نلاحظ فورا وجود هذا الاستجابة بسرعة وتلبية احتياجات الناس الناجين من الحروب، يعني فعم نلاقيها إضافة إلى إسعاف الجرحى. وطبعا يعني هذا طبعا شيء جيد أنه نحن نلاقي أشخاص دغري مدربة وجاهزة بالوقت المناسب. كتير مهم خلال الأزمات أنه نحن نخلي عنا هذا التوازن، أنه دائما انفعالاتنا ما تكون بالحدود يلي ممكن هي تأذي الأشخاص يلي حوالينا. دائما حتى إذا شفنا أطفال أو شفنا مراهقين أو يافعين، ما نحاول أنه نحن نسألهم مثلا بنفس اللحظة أنه أنت شو عم تحس، شو عم تشعر، شو عم يصير معك، هذا كتير غلط. وكتير مهم أنه قبل النوم نحن ما نحاول نفتح أي سيرة لأي طفل أو مزعجة يافع تماما. حتى كمان وسائل الإعلام نحاول نبعد عنا قدر الإمكان لما نشوف صدمة. حاليا عم نشوف، بتعرفي حضرتك، السوشيال ميديا منتشرة بشكل كبير، يمكن بيصير الحدث قبل ما نشوف شو عم بيصير على وسائل الإعلام، بيكون فورا السوشيال ميديا بلش تتنبأ، تكتر الإشاعات والأقاويل، هذا الشيء بيزيد من التوتر النفسي عند الناس ومن حالة الخوف والقلق. كيف ممكن كمان نتعامل بظل هاي الأزمات اللي عم نمر فيها مع تلقي المعلومات، أنه كيف حتى إذا بدنا نشوف أو نتابع خبر معين، شو المصدر اللي لازم نشوفه؟ هل هو شاشات التلفزيون أو الفيسبوك أو ما إلى ذلك؟ هلأ الإشاعة هي عبارة عن خبر غير موثوق، هو خبر غير صحيح، القصد منه زعزعة النفوس.
فلما نحن بنعرف هي الشائعة فلازم نشتغل على مبادئ كتير مهمة. أول شيء بدنا نتأكد نحن من مصدر الشائعة، شو المصدر يلي عم يعطي هذا المعلومة؟ هل هذا المصدر هو يعني موثوق؟ هل هو كلامه صحيح مثلا؟ هل أحيانا ممكن يكون الكلام قيل عن قال؟ ودائما الشائعة لما أنت بتبلشي بجملة معينة بتوصل للأخير جريدة، يعني ما بتضل هي نفس العبارة، كل حدا بيزيد شوية يعني إضافاته الخاصة تماما، فبتوصل لآخر الأشخاص مختلفة تماما عن الجملة اللي كانت عند أول شخص. فهي هي الشائعة بكل صراحة يعني وبكل شفافية. كتير مهم لما نتعامل مع الشائعات، لما أنا بسمع شائعة ما حاول أعطي معلومة عكسها تمام. هي من الأخطاء يلي كتير شائعة عند الناس، بيسمعوا شائعة بيقولوا هي ما أنا صحيحة مثلا، بقوم أنا بعطي معلومة عكسها. هي من الأخطاء يلي كتير ممكن الناس يرتكبوها، مشان هيك عدتها مرتين. مهم نحن لما بدنا نقول إنه هي شائعة إنه يكون أنا عندي معلومة صحيحة تنافي هي الشائعة، وفي مصدر إلى موثوق لحتى أنشرها. ما بنشر شائعة لمجرد إنه أعمل عكسها، لا تماما. هي فورا بتبين انه في شيء ضد وشيء مع القصة هي اللي صارت، مع الشائعة اللي صارت. لا، بتحقق من معلومات صحيحة وبنشرها. وكتير مهم لما بدي انشر معلومة الشفافية والمصداقية، وانه تكوني انت قريبة من الناس دائما لحتى تصدقك الناس، بدك تحكي بمنطقهم، بلهجتهم، بطبيعتهم، بحياتهم. يعني ما اعطي انا شيء انه فوق الاساطيح واعمل ابني ابراج وهمية للعالم انه لا ما في شيء، مصاير شيء، الأمور كلها تمام. فورا أنت قضيتي على شائعة، بس أنت عطيتي شيء ما قضيت، بالعكس ثبتيها. فمشان هيك نحن لما بدنا نقضي على شائعة بدنا نتأكد من يكون عندنا معلومات موثوقة، مصادر موثوقة، بيانات صح لحتى ننشرها. لما بتنشري أنت هاي البيانات بتكوني هون قضيتي على الشائعة اللي هي خاطئة. خلال الأزمات نحن دائما لازم نحاول نكون إنه كلماتنا يعني محدودة، نحاول هيك نضبط ألفاظنا شوي، ما نبلش نحكي ونعبر عن انفعالاتنا وين من كان ومع مين من كان وبأي مكان. هذا كتير مهم. هلأ حتى السوشيال ميديا هي طبعا كلياتنا نحن نفتح ونشوف كل يوم الصبح، لأنه هذا حدث واقعي في حرب نحن حاليا عم نعيشها، في صدمات عم نتلقاها، في شائعات كتير موجودة على أرض الواقع. فنحن كتير مهم إنه نفتح السوشيال ميديا ونعرف، لأنه هي هلأ أكثر وسيلة تواصل، يعني نعرف شو نتابع، بس بدنا نعرف شو نتابع، بدنا نعرف المصدر شو هو. يعني ممكن نحن نلجأ لشاشات التلفزيون، نلجأ للمواقع الرسمية اللي موجودة على السوشيال ميديا، ممكن ناخد نحن المعلومة ونتأكد منها، لأنه دائما بيكون الهدف الأساسي منها هي مصلحة المواطن ومصلحة الإنسان الموجود بهذا البلد. فلما نحن بنعتمد على مصادر موثوقة، مصادر حقيقية، في شفافية بالمعلومة، شفافية بالجهة، ثقة بالجهة يلي نحن عم تعطينا المعلومة، هون بنحسن نقضي على الشائعة ونكون متوازنين، وبنفس الوقت نحن نحسن نوصل الحقائق للناس لحتى نخليهم كمان يشعروا بالتوازن، ونخفف من هذا التوتر والضغط النفسي اللي عم بيعيشوه الناس بالوقت الحالي. يعني نحن وصلنا لمرحلة انه الناس مثلا منطقة فلانية صار فيها هيك، انا ما عاد احسن اتجه لهي المنطقة، صار بالمنطقة هون كمان خلص صار عندي رعب وخوف. طبيعي يصير الخوف. هلأ نحن ما فينا ننكر أبدا، هي نحن كلياتنا أشخاص وعنا السمات البشرية، ومن السمات البشرية اللي موجودة عنا هي الخوف والقلق والتوتر. هذا الشيء طبيعي، ولكن لا يزيد عن حده بشكل أنه ينعكس علينا ما نعرف نتصرف، وبالتالي ينعكس على الأشخاص اللي موجودين معنا بحياتنا الشخصية. فالتوازن الانفعالي، الهدوء، الثقة بالمعلومة، مصدر المعلومة، الشفافية، كتير مهمين أثناء التعامل مع الأزمات. أكيد. يعني كل اللي حكيناه اليوم فينا نقول فينا نعتبرهم هن إرشادات هيك صغيرة ممكن الناس تسجلها وتمشي عليها شوي شوي لحتى تكون خطوات للوصول للثبات النفسي بالأزمات. أهم نصيحة بتحبي توجهيها اليوم لكل يلي عم بيتابعنا؟ أكيد نحنا عم نحاول نساعد الناس من خلال حضرتك والمعلومات الاختصاصية معك، لأنه كلات عم نمر بظروف صعبة، ما عم ننظر على حدا. نحنا عم نحاول نشوف كيف نتأقلم مع الواقع يلي عم نعيشه. أهم شيء، أهم نصيحة ممكن أقدمها، إنه الهدوء والثبات الانفعالي هو السلاح الأنجح خلال الأزمات. لما بتعتمد انك انسان تكون هادي، تعرف تتصرف بطريقه صحيحه، تبتعد عن الاشاعات، تكون متوازن نفسيا، متوازن جسديا كمان، تعابير جسدك تنتبه لها كثير منيح، لانه الاشخاص اللي حواليك ممكن يتاثروا بتعابير الجسد. حاول
انه دائما انت تعبر عن مشاعرك وتبتعد عن املاء المشاعر. وبحب اقول اليوم بمناسبه هذا اليوم هو اليوم العالمي للصحه النفسيه، بحب اقول ان شاء الله هيك صحه نفسيه جيده للجميع، وبقول كل عام وانتم بخير، وان شاء الله يا رب بمناسبه هذا اليوم تكونوا صحتكم النفسية هي صحة متوازنة وبتمشي بالتوازي مع الصحة الجسدية. والرحمة طبعا للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، والأمن والسلامة للبلد ولكل اللي عم بيعيشوا فيها. آمين يا رب. شكرا لك أستاذة سلام لكل المعلومات اللي بتحاولي دائما أنك تساعدينا ونساعد من خلالك طبعا المشاهدين اللي عم تابعونا. شكرا لك لوجودك. شكرا لك سلمى، وشكرا للقناة.